من طرابلس الواقعة في قبضة الميليشيات يأتي الجديد. لوبي الفساد يحارب الفساد، وكبار الفاسدين يتصدرون مشهد محاربة الفساد، مشهد مثير للسخرية. فقبل أيام ناقشت ما يعرف باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس ما أسمته آليات التنسيق والتعاون في مجال مكافحة الفساد لارتباطها الوثيق بجرائم غسل الأموال في اجتماع موسع. وخلص الاجتماع إلى تشكيل فريق عمل بين وزارة الداخلية بحكومة الصخيرات ومكتب النائب العام ووحدة المعلومات المالية الليبية بالخصوص لمناقشة ملف الفساد رغم تورط الصديق الكبير في ملفات خطيرة وكبيرة. وبعد ذاك الاجتماع الذي جرى قبل أيام، وقع الصديق الكبير بمقر مركزي طرابلس اتفاقية تعاون مع وزير الداخلية بحكومة الصخيرات فتحي باشا آغا في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وادعى الكبير وباشا آغا الرجوع إلى شركة تدقيق مختصة لمراجعة وفحص وتدقيق كافة الحسابات دون تحديد اسم الشركة. يشار إلى أن الصديق الكبير الذي يلقب في الوسط الإعلامي بعراب الفساد المالي في ليبيا تطاله جملة من الاتهامات التي تبدأ بتسهيل سيطرة الإخوان على أهم إدارات المركزية إلى تمويل الميليشيات وفتح الاحتمالات الوهمية والمضاربة بالدولار، وأخيرا ربط مصرف ليبيا بتركيا وإيداع الذهب والمليارات في بنكها المركزي لأجل إنقاذ الليرة التركية المنهارة، إضافة إلى شراء الأسلحة للميليشيات ودفع رواتب للمرتزقة. فهل يحق لمن أهدر الأموال وهربها إلى خارج البلاد أن يتصدر لجنة لمكافحة الخراب والفساد؟ لقناة ليبيا الحدث، بوبكر العقيلي.